السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالله سبحانه وتعالى لي كم مكات سمي عقدو النقروج إنما عناتشو سويو توكل يهوتو من مري عندي عدر كم يعقدو تنطبوجوز عوائق التوكل توكل أمي عقدو النقروج بالالو أولا عندنا الغرور بالنفس براس لي تماما براس لي مكرات ومن عوائق التوكل إعجاب المرء بنفسه بنفس لي متعجب لراس راس بكين دونكم مسا دكاما مونكم مرسات يحسبون أنهم استغنوا عن الله تعالى أن زينة سوج كالله أنت بتأكو يحسبالو كما قال سبحانه اللهم قرآن لي سلني سوج سيناقر من هلا كلا يسولج سرآت يدرك يكلكل إن الإنسان لا يطغى يسولج دنبريا لفنو الرآه استغنى يمتلبوا من نشهد ومن راسه ده تبقى قدركم السبونا فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره كليلا ده تبقى قدركم السبونا وربما توهم أنه مستغن عن ربه جل شأنه كزيه مالفو كسو ألفو كراسو كالله سبحانه وتعالى أنكوا ده تبقى قدركم السبي جمرا لي سولج كراتي والدروان يا نوح لج نبي الله نوح قدم الناس علفنا زبوتشاتشو اللي بزوام الدعوات رتو ألسماتشو الله سبحانه وتعالى زنابه وردو ما تفات كتاش كلاف لكو ليات أفاتشو سيل لجاتشو يبيت سباتشو كفلون عندي دين اللاتشو يا ابونا يركم معنا ناكن يا قمر كبري تسافر اندت دين سيلوت سوغن ساتشو نالفلقن براسو تقرر سآوي إلى جبل يعسيمني من الماء أكو دمي أدني ليلة ترارة لي وطالو زيتشي كانت مركب لي وطانوال لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله كزن له تشزي قدام يا دنيل ناباك امبي بزي نغراچو لي فحوا حال بينهما الموج فكان من المغرقين كما حالاتشو لي ما ابل قرطو لياچو اسوم كسماچوش نبر تكرارابا نفسو بقاي كله نغرال براس تبقاقاو بلو ماسب كتوكل امياغدن وانو نطبنو قارون النسد كموسى حزبوش نينبر الله سبحانه وتعالى لقارون بموسى زمن ينبروني سو بزو حبت نبرت نبر يسطو وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة لقارون الله يسطو دلب يكونومي يقنزب يحبت بزات يكازناو تشيمك فتشاك ألف مبزاتو بتنكرا تنشنيا قرمسوش نبر ميازو يمبزاتو يهم بالريزو كلك بلاي مدس السجمر فقال له قوم هزبوش من ألوت لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بدأمات تدست كلك ألفا الله بدأم دمر على في وجهنا يودم ألوت ليلا من ألوت وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة الله بستر الزكلي أخيرا شمت بيت إباك نالوت وأحسن كما أحسن الله إليك مالوت إباك الله عند سمر اللي يكون مع الدلار روح تروني تاني نال أنت ما سمر لسوسد ترو سبخن ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا طمطا ان الله لا يحب المفسدين الله با بكايوچنا يودن بيلوت يسمعلش من قال قال انما اوتيته على علم عندي ايه كويت سطوت يا راسي طببي الله منام يسطني ادل الله سطوال سطات بلو يا راسي تاكتيكينو اهم بزمنو اللي يبالو بمراه غبراچن سرعت بني طرت جگني سرچ ايه يانت ادل الله سبحانه وتعالى نبي ست سببنا عبر السليف الجلال انديه بلو سكرار الله سبحانه وتعالى اندينو اندينا قروا فخصفنا به وبداره الأرض السنة اللبتننا نبرتن اندال مريتن درمسنا الله الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله قال الله جكو يردو يتشال أكال اللبرم وما كان من المنتصرين كان يامزند من رد باري اللبرم يامن ردو الله سبحانه وتعالى تعزاجه هنا مباريا نونا سيزي نفس لي ني راسي يتنتقوني بله ما أصب الله لين ده تمكا قدال كزي سميت بقورت على البن بزمناتشن عند عالم كتابات شولي من الالو عند هبتا من البر الالو بتام كلك بلي دنبري على الفا سيالف سوشتو قزين ديون تقلا باجنو زهاري مشتكون انا قود كتكار على سيلوت باك على شو قال إن عندي أموالا تكفيني أعمارا بعد أعمارين اني كالي غنزب عامد كامت بيتكاكلي بقاني ميچن يالني وهي تزيد ولا تنقص دمو بريزا يولي يچمره لو ولو ان الفقر ركيب جوادا سريعا لمده سنه او اكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو
ጠንካራ ፈረስ ይዞ ይጋለብ እኔ ሊደርስ ቢሮጥ ለብዙ አመታት ሊደርስብኝ አይችልም ባክኔ ምንም አይነካኝ ማለት አላህ ግን ይንሳው ወረደው يقول المحدث تناغاريو إن زكب يزكب وصو من الهل لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل إن سو جنب حياة الله سايين يقبل الصدقة من بعدي من بعدي من كانوا يعملون عنده أجرا السوكة رويا السرات شو كنبرو سوج صدقة سيكبر الله يوتال يغرور بالنفس كون يتبقى هون عندنا دوش مريت اندي تندمي رقطوت يسسنا من سنتررت ايوال اندينت وستك على بنفس تبقاقو متلكون كتوكل يركز من بتون الله لا يتدقفم مودقيا مجرشا دمو اساذاني نو ميونو ثانيا هلتنياو كتوكل امياجدن نطب مندنو الركون الى المخلوق ود فطران الى الخلق ود فطور مدقف عند سو كافتان بيت سبلي ولد يشلال ياباتو نافتي مكل الله ميبال بجراج تزايلو تلك بالا سلطان زمري نوروال زالي يمكل بالو اكو كوميشنر نو بالو اكو مينستر نو يلال اخي مينستر سو نو يا اخي لك بات فطور لي مدقف الله ميبال تزايلو اني كو زمد علي بالا سلطان يلال ويما امريكا وج لجي نوروال بزان ميدقفو الله رزق ستين الله ندير يا لج اللي كفابت يا لج كلي شجر اللي درسبت نو ميحسبو انجي الله لي يبال توكل الله يرزقني الله نو طباك يبال يلهم حفتان بال سلطان زمرت له سوغا نو ميمكم فهو يظن الو قويا بقوته بنسو حيل حيلني اندونا ماسب جمرال مستغني بغناهم بهبطاتو حبطام دون يسمعال فلا حاجه له الى التوكل على الخالق الله لي مدقفون يقومال وقد توكل على الخلق خلق لي تدقف عليه سو كالله لي مدقفوني سو يتوال منه سوش لي تدقف على فطور اللي نهي سو يتدقفو ناسيا قول الله تبارك وتعالى إيهني الله قال رستنو إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نانتكو كالله جمت تروعش وردون متلوعش اندي اقزم متمني وسو كون دانت عباد فطورنو وكل شيء الا اتي الرحمن عبدا كل من غير فطور نو بقى ان انت متطرواچو نغروچ كله مندناچو فطوران ناتچو لا انت لي تقمو لي غدو هايچلو الى الله سبحانه وتعالى الله من الى البليل القران لي وتوكل على الحي ياو بهونو جيتا لي تدغف الذي لا يموت ما يموت بهونو ياو بهونو جيتا لي تدغف الى الله يكو علماء من قالوا لا ينبغي لمؤمن ان يلتفت الى الخلق بعد هذه الايه إيه نكسك سمع بهالا لمؤمن ودفطور ليزور يكبو متدقف بت ما نغير مواش طفين سو بلو حفتان بلو نبرت بلو يطفال ما يطفو الله قاعد تدقف ثالثنياو با الله لي كمدقف كم يعقلو النطبوچ است حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي مافكر بالدنيا فكر مسكر ومن موانع التوكل على الله كالله لي كمدقف توكل كما درك كجدو نطبوش جست الاستغراق في حب في حب الدنيا بالدنيا فكر لي تلك قبل ما تفات والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالشجر شجر لي موت لبو بالدنيا مولانا الله ميبال تزايلو كل يوم سرتو حبتامو نجا ماكينه مقيه نجا بيت مسرا كل الدنيا لي الله ميبال زر بلو اندي استوس رفتا يسطو عندنا سوتش اسفلغوا مع الله سبحانه وتعالى المؤمنون من الله فاعرض عمن تولى عن ذكرنا كنيا قصاصي الله انكم استوس كراقو سو راق انت محمد عن ذكرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا مي فلغات الدنيا بتشام كندزي هيلت سوتش راق الى الله سبحانه وتعالى لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا عندنا تنققات قران لي يسنا يقول من الان ان وعد الله حق يا الله قطروا اونتنا موتي متال قيامه يمتال فلا تغرنكم الحياه الدنيا دنيا تشنجلاچو ولا يغرنكم بالله الغرور شنجايوم شيطان عايشنجلاچونا ودني تملسوا ودني تمكوا لنا الله سبحانه وتعالى عندما ترشا ما ساسب مفلقوا واناو نطب سبب لي اندياچوت بروغراماچن لي سفي تكرت ستنوال مكياتو مننا مسلموچ سببن بتكل بالا مدرساچن يسببن تككلنيا
حسب على مرداتاتكن كبوزو نغر ودو حالا قرتنال ما وقع لبن الله تفطرون كسبب غان يا يازات يتفطرون حق اكبر مهد لبن አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፊያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችንስ መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላችሁ ሸኹም በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ ሲ ወደ አላህ ዱዓ አድርግላለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሳልህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድካሉት አልወለድኩም ባክህ ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚከተለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንደ ያለው ወለድኩ ማረዱ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማጸን ችግር አለባት የልጅ ያለ መውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና انا ما تزوجت امرأة እኔኮ ባለቤት የለኝም እኮ سبحان الله አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብንና ይሄ አባቶችም ያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስተዋወስ መፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ ምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደው ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢውጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመ ይብሎ ገን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሳላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ ምንዘው አላህ ሰበብ እንድንዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላም አሰግንም አላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱ ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ አንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለነው ልናልፈው ይገባ የተቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ ይግፍር ሊ ወይርሐመኒ سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ اهدى لعيوبي يلالو الله الذي سوي زين اللت عيب نورين ستتين هدية لستين ستت للنس هدية يدقاق سوش بزنو نيمو إن شاء الله ملوي هينو تلك هدية يعني ستاتون لو دفتم ككرز عميهون كنيام كدكام ميسر ستو شايت أفهم تقومون إن شاء الله بالافك أدنا استيهاك كلا شوالات نقديه الله سبحانه وتعالى بسمانو من سماء من سارة أنيم إن أنت الله يدرقنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته